ايه؟ الحمد لله، انا كويسة. ايه بقى هتاكلي ايه النهارده؟ هاكل اي حاجة بس تكون اكل صحي. يعني ايه اكل صحي؟ وفي حاجة اسمها اكل صحي واكل مش صحي؟ طبعا في حاجة اسمها اكل صحي وفي حاجات كتير اسمها اكل مش صحي. انت ازاي ما تعرفش حاجة زي كده؟ انا اعرف ان انا لما ببقى جعان باكل. لا طبعا ما ينفعش. انت ما تعرفش ان في اكل لو اكلته ممكن يضر صحتك وفي اكل لو اكلته يفيد صحتك. بجد انتي بتتكلمي بجد وحقيقي؟ طب ممكن تقولي لي ايه هو الاكل الصحي؟ طبعا هقول لك كل الاكل الصحي عشان بعد كده ما تاكلش غير الاكل الصحي. عندك مثلا اول حاجة في الحاجات اللي مش صحية ابدا هي شرب البيبسي. تاني حاجة اكل الشوكولاتة. عندك مثلا الحلويات وكل الأكل السريع اللي بناكله من الشارع. يا نهار ابيض، زي ايه ده؟ انا بحب قوي اكل الشارع. البرجر، البطاطس المحمرة، السوسيس وكل الحاجات اللي بتعمل في الشارع اللي احنا مش عارفين ايه مصدرها. انا بجد مصدوم. عندك بقى الأكل الصحي اللي المفروض كلنا ناكله، السمك، الفراخ، اللحمة، الرز والمكرونة، البيتزا والبرجر بس تبقى ماما اللي عاملاهم في البيت مش من الشارع، العصاير الفريش اللي ماما عاملاها في البيت، الفواكه، الخضروات، وطبعا طبعا آخر حاجة لازم نشرب مية كتير. المية مفيدة جدا لجسمنا. ألو، أيوة يا ماما أنا جاية أهو. لا لا لا، انت عارفة انا ما باكلش حاجة برا البيت، لازم اكل كل حاجة في البيت وتبقى صحية وانت اللي عاملاها بايدك. انا جاية حالا، جهزي الاكل. انا كمان مبسوطة قوي ان هكلم انت ماما. قررت من الو، النهاردة ان انت ايوه تاكل يا اكل ماما، صحي وبس. انا جاي في الطريق. لا لا لا، انا مش هاكل اي حاجه بره البيت، كل اكل بره البيت ده غير صحي. انا جاي، واعملي لي اكل صحي من فضلك. وانا كمان مبسوط ان انتي عرفتيني ايه هو الاكل الصحي والاكل الغير صحي، ومن النهارده انا مش هاكل غير اكل صحي. يلا أشوفك بكرة، باي باي. باي باي.